من جد تحياتنا الصباحية مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، إن كان عبر اللايف ستريمينج نورسات دوت تي في أو عبر قناة تيلي لوميير وفضائيتها نورسات. اليوم بفقرة الصحة رح نحكي عن موضوع ومشكلة صحية كتير شائعة بين العالم، وهي آلام أسفل الظهر. ورح نكتشف اليوم إنها مؤلفة من عدة أنواع، وكل نوع بيفرق عن الثاني بالتشخيص وبالعلاج. كرمال نعالج هذا الموضوع اليوم رح نستضيف الدكتور روجيه سعادة، معالج فيزيائي ومتخصص بمستشفى بحنس ومتخصص بإعادة تأهيل الجهاز العصبي وأستاذ محاضر بعدة جامعات لبنانية. صباح الخير دكتور روجيه. بونجور لك، بونجور للمشاهدين. يعني هذا الموضوع أكيد بحكم شغلك بتعرف أنه كتير شائع بين المرضى والعالم. مظبوط، ويمكن هذا الموضوع شائع جدا، ويمكن الناس ما بتعرف انه بس نستعمل تعبير آلام أسفل الظهر ممكن يكون مؤلف من عدة أنواع أو نوع بيختلف عن نوع تاني، إن كان بالتشخيص أو بالعلاج. نعم نعم، هو آلام الظهر أو آلام أسفل الظهر، هي نحن بدنا نحكي عن آلام الظهر يلي منا متعلقة بأمراض تانية، منا متعلقة مثلا بأورام خبيثة أو بكسور أو بالتواءات غير طبيعية بالظهر. نحن عم نحكي عن آلام الظهر يلي هي أسبابها معروفة، إن كان تكلس، إن كان استعمال زائد للظهر أو عادات سيئة متعلقة بالظهر، بالحمل الشتيلة وإلخ. فالقسم يلي نحن رح نحكي عنه هو أسفل الظهر، وهو أكتر شيء معرض لأحمال لأنه بيحمل أصلاً قسم كبير من وزن الجسم، وهو عنده ليونة زايدة. هذا الشيء اللي بعرضه لضغوط مستمرة ويلي ممكن ينتج عنا ألم. هلأ إذا بدنا نحكي شوي إحصائيات، بما أنه هذه المشكلة كتير شائعة، قدي بتقول الدراسات في ناس بيعانوا من هالمشكلة؟ في كتير بيعانوا من هالمشكلة، لدرجة انه فينا نقول انه من 60-80% من الناس ممكن انه يعانوا من بفترة معينة من حياتهم من آلام بالظهر. وهو هيدا المشكل هو خامس سبب لاستشارات طبية، يعني قد ما هو شائع. وممكن يعني يسبب اوقات يمكن لانه شخص يوقف شغله او يضطر انه يرتاح فترات كثير طويله بالبيت، يعني يعمل مثل اعاقه للشخص اللي عنده هذا المرض او اوجاع الظهر. ممكن يوصل النسبه ل 9 او 10% انه يضطروا يغيروا شغلهم من وراء اوجاع اسفل الظهر. طب بس نحكي اوجاع اسفل الظهر، دايما اول سؤال بيطرح ببالنا انه شو العوامل اللي بتأثر على أوجاع الظهر؟ هل العمر مثلا بيأثر؟ هل اختلاف بين النساء والرجال بيأثر؟ أو في عوامل تانية ممكن تكون عم بتأثر؟ صراحة في عدة عوامل بتأثر، وفي اختلاف بين الرجال والنساء. مثلا النسبة عالية أكثر عند الرجال للبرقة، بيقولوا اللومباجو، بس مثلا النسبة هي أعلى عند النساء يلي بيتعرضوا لأوجاع مزمنة، خاصة النساء الحوامل يلي بيتعرضوا لارتخاب عضلات الظهر والبطن، وهذا الشيء بيعرضهم لألام متكررة بأسفل الظهر بتعودهم على كذا فترة من حياتهم، لأنه ما انحلت قصة الارتخاء اللي صاب العضلات عندهم. والبرقة الظهر عند الرجال هي من وراء هالضغوط يلي ممكن يتعرض لها أكثر الرجال. طب إذا بدنا نحكي شوي على العمر، إذا قلنا نحن هيدا النوع أنواع أوجاع الظهر منا نابعة من شيء عضوي أو مشاكل تانية، مزبوط. فهل ممكن تكون موجودة عند كل الأعمار من دون استثناء؟ هي أكتر عمر معرض هو بين 20-50 سنة، هدول أكتر شيء معرضين لألام الظهر يلي منا متعلقة. تحت 20 وفوق 55 منصير نسأل حالنا أنه ما ممكن يكون وجع ظهر كلاسيكي، لازم نروح نبرم على غير سبب من الأسباب. ولكن بين 20-50 هو العمر يلي نحن أكتر شيء هلأ رح نحكي عنه. هل حالياً عم بتشوفوا بعياداتكم أو بشغلكم ناس عم بيكونوا مصابين بهالمشكلة بعمر أصغر وأصغر، يعني عم يصغر هيدا العمر اللي عم بيكون فيه مزبوط مشاكل ظهر؟ وشو خاص يمكن نمط الحياة اللي عم نعيشه، هل عم بيأثر على هالمشكلة؟ نمط الحياة هو بذات الوقت السبب والحل.
يعني السبب لأنه نمط الحياة هو عم بيعرضهم لألام ظهر، عادات سيئة، حمل إشياء تقيلة، عادات غلط بتسبب لظهور أوجاع بالظهر، والحل بيكون إعادة تصويب نمط الحياة، ستيل الحياة، بأنه يرجعوا ياخدوا العادات المنيحة، يوفروا ظهرهم، ياخدوا الطريقة المضبوطة بالحمل، الطريقة المضبوطة بالقعدة الإرغونوميك، مشان يرجعوا يتجنبوا بعدين ألم الظهر أو يرجع يصير في عندهم ألم ظهر. يعني هون بارت كبيرة من العلاج بيكون يمكن تسقيف المريض ودعمه يمكن بتمارين مناسبة هو أول حل. أو يمكن نعلمه كيف لازم يقعد، خصوص الأشخاص اللي بيقعدوا كتير بمكاتب أو كل الوقت عم يستعملوا الكمبيوتر، فهون مزبوط. يمكن لازم يكون المعالج كتير عم يدعم المريض من ناحية المعلومات أو كيف مزبوط. لازم يستخدم العمود الفقري تبعه. أكيد يعني نحن الحل لما بنكون عم نعالج مريض بيكون نص الوقت عم نحكي عن التمارين وعن شو لازم ينعمل بالبيت، نص الثاني عم نحكي عن العادات اللي لازم يتبنوها مشان يرجعوا يتجنبوا ألم الظهر. يعني إذا كان هو عامل كيف لازم يوقف، قديش لازم يخفف من وقت الوقفة، إذا كان وراء المكتب قديش لازم يغير بالبوزيشن تبع القعدة، لأنه بوزيشن القعدة ريحة وكل شيء، بس كترتها وزيادة الوقت تبع القعدة هي اللي حتعمل وجع ظهر. قد ايه بالنسبة لك لازم يكون في رياحة بين وضعية ووضعية تكون عم نخفف ضغط عن العمود الفقري؟ يعني احنا بنطلب من المرضى قد ما فيهم كل نص ساعة ثلاث أرباع ساعة يغيروا وضعيتهم، إذا كان على الواقف يقدر يرجع يقعد، إذا كان على الواقف يقدر يرجع يمشي، والعكس صحيح، إذا كان قاعد يغير بوزيشن، يقوم يتمشى شوي بالمكتب ويرجع يقعد، لأنه هالستريس يلي جاي ضاغط على منطقة أسفل الظهر إذا بيكمل لوقت طويل هو اللي رح يسبب هالضغوط وهالتلف بالأنسجة اللي محيطة بهيدي المنطقة، ولكن تغيير الوضعيات هو اللي رح يخلصوا للمريض من أنه يرجع يوقع بذات المسببات يلي ودته لوجع ظهر. من هيك كجواب على أوجاع الظهر، نحن التمارين اللي بنعطيها مثلا هي عكس معاكسة تماما للوضعية اللي هو أخذ منها وجع الظهر. يعني هون بفهم منك كمان العلاج بده يكون محدد لكل مريض، يعني ما في بروتوكول معين يتبع، لازم المعالج يراقب كل مريض حسب نمط حياته، حسب ظروفه، حسب كيف بيشتغل، ويعطي التمارين أو العلاج المناسب له. مزبوط. هون فتنا بأنواع أوجاع الظهر، يعني عنا كذا نوع وجع ظهر، فينا شوي نوسعهم أكثر. وأكيد أكيد يعني هو الأول نوع هو المتعلق بمفاصل المريض، وهو يلي نحن عم نذكر عنه أنه أخذ وضعيات سيئة، إن كان بشغله، إن كان ربة المنزل ببيته، وهيدي الوضعيات هي اللي عم تسبب بضغوط على أسفل الظهر، وهيدا نوع الضغوط هو لح يودي بالأنسجة اللي محيطة بأسفل الظهر انه تبلش تعاني، وبينتج عن هالشي الام باسفل الظهر، وبيجوا لعنا استشاره وعلاجا، ونحن ساعتها بنعمل تقييمنا وبنقول انه بما انه الوجع هو اسبابه هي المفاصل والانسجه المحيطه بالمفاصل، فلازم انه التصليح هالخلل اللي صاير هو بانه نوجه المريض يشتغل تمارينه بعكس الاتجاه يلي تسبب بتلف هيدي المفاصل او بالضرر يلي لحق بهيدي المفاصل بالأنسجة المحيطة بالمفاصل. من هون اذا كان شغله للمريض على القاعد، نحن تماريننا كلها مبنية على الاكستنشن او انه يمد الظهر لورا، يعمل انحناء لورا للخلف بطريقة مكررة خلال النهار مشان انه يصلح الضرر يلي ناتج عن بوزيشن القعدة. دكتور، نحن اليوم عم نحكي عن نوع معين من أوجاع أسفل الظهر، إذا بدنا نحكي بالنسبة لهيدا النوع، شو هي الأسباب أو الأشياء ممكن تؤدي لمشكلة بأسفل الظهر؟ الأسباب هي كثيرة وبتتغير بحسب عمر الشخص. مثلا إذا على عمر مبكر ممكن الأسباب بس تكون عضلية، يعني وهي من أبسط الأسباب. يعني مثلا هلا التلاميذ والطلاب هالايام منهم مسقفين كفايه ليأخذوا وضعيات يقعدوا يدرسوا فيها،
فبياخدوا وضعيات شوية عاطلة بالنسبة لظهرهم، وبيتسبب هالشي بأوجاع أكتر شي بالعضل، أوجاع بالماس مسكولير أو العضلية عندهم، قعدة غلط، انحناء زيادة عن اللزوم، فهذا الشيء بينتج عنه هذه هالنوع من الأوجاع. وهي حل بسيط، حل الحل تبعها هي العلاج الكلاسيكي، الحرارة بتنفع، التمارين العادية بتنفع، السباحة. هل ضعف العضلات بيأثر كمان؟ ضعف العضلات بيأثر عند كمان غير نوع مرضى يلي هن ذكرناهم، مثلا نساء الحوامل يلي بتعرضوا لارتخاء بعضلاتهم، أو للناس يلي عندهم وزن زائد. لأنه منشوف ناس بيبقوا رياضيين وبيعملوا رياضة ولكن عندهم أوجاع ظهر، هل هون بتتعلق هذا الموضوع بيمكن غلط بالتمرين أو يمكن overuse للعضلات عم بتعبهم هالقد أو يعملهم مشاكل بالظهر؟ هون ممكن يكون عندنا شقين. أول شيء ممكن مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي أنه ممكن يكونوا عم بيشيلوا زيادة عن اللزوم مما بيحمل ظهرهم، فهذا الحمل الزائد يلي هو واحد من مسببات الوجع الظهر هو ممكن يكون عم بيؤدي لتلف بالأنسجة وبأسفل الظهر وعم بيسبب لهم هالوجع. وممكن من جهة تانية نطلع أنه عندهم كفاية قوة عضل ولكن الاكتيفيشن تبع هالعضلات أو تحفيز العضلات أنه يشتغلوا بالوقت اللازم ويتجاوبوا مع تغيير الوضعية تبع الظهر مؤخر. فهوني مني بحاجة لأقوي عضلات ولا هيدا الشخص، أنا بحاجة لأرجع عوده يعمل تحفيز لهدول العضلات بالوقت اللازم مشان تيصير في عنده اتزان بالسيطرة على عموده الفقري. بس يصير في عنده اتزان وإعادة سيطرة على عموده الفقري، هيدا السبورتيف يعني رياضي بالنهاية بيخلص من وجع الظهر. خلينا نكمل هلا اكثر بالاسباب، لكن حكينا عن الاسباب عند الفئات العمريه الصغيره. نعم. خلينا نحكي عن الاسباب الثانيه، شو ممكن تكون الاسباب الثانيه؟ هي بكل بساطه انه العمود الفقري عم بيختير، بده يفوت تعامل التكلس مع تكرار الضغوط على العمود الفقري، بيصير في عندي يا مشكله مفصليه يلي حكينا عنها أو مشكلة انكراس بالعمود الفقري. هيدا الشيء ممكن يؤدي لكبس أو حبس واحد من الأعصاب يلي طالعة من الظهر، وأكثر الإصابات هي بتكون طايلة عرق الإنسة بنسميه، يلي هو بيتسبب بوجع بينزل على الإجر لتحت. واحد من الحلول لعرق الإنسة هو انه اول شيء نشتغل انه نخفف الضغط، اذا كان المسببات هو هالتلف بالأنسجة نشتغل انه نشيل الانحباس اول شيء باول مرحلة، بعدين بتاني مرحلة انه الغلاف يلي بيحميه لهذا العصب الكبير انه نرجع نشتغل انه نعمل له تمدد مشان تيرجع يصير فلكسبل، عنده ليونة ويجنبه انه يرجع ينحبس لهيدا العصب. دكتور قديه هون مهم عامل الوقت؟ يعني نحن لما نحكي جهاز عصبي هيدا جهاز كتير حساس واهم جهاز بكل جسم الانسان. نعم. فيمكن اذا تاخر المريض وكان حاسس بتنميل باطرافه او حاسس انه هالوجع عم ينزل على الاجرين وتاخر بالعلاج، هل ممكن يمكن يوصل لمراحل خطره اكثر من وراء الاهمال، او يمكن يضطر يعمل جراحه، او حتى اوقات بيوصلوا للشلل؟ مظبوط. نحن لما بيتأخر، وهون المريض بلبنان كتير مهم اللي بحق حاله، فنحن بندعي انه حيالله حدا عنده هيك نوع اوجاع خاصة المتعلقة بالاعصاب ما يهمه حاله، لانه في ليميت العصب بيقدر يتحملها. من هونيك ورايح بيصير في عندي تلف بالعصب يلي هي ما ممكن يعوض، من هيك مطلوب من المريض انه دغري يستشير حكيمه، لانه اذا وصلنا لمرحله يكون فيها شلل او عم بياثر على غير اعضاء من وراء قصه الاصابات تبع العصب، هنيك بيصير ما في بهرب من العمليه ويمكن يرجع يسترد الفانكشن تبع العصب وممكن لا يخسره.
دكتور بالأسباب اللي عنا إياها وخاصة إذا وصل عندك شخص على العيادة وما كان في سبب واضح لوجع الظهر, يعني عمل كل الفحوصات اللازمة وشاف كل الأطباء لازم يشوفهم, هون قدي ممكن يكون العامل النفسي عم يلعب دور وقدي بتواجهه يمكن حالات بتوصله يمكن لمرحلة إنه بتحسه خلص يعني في ستريس عم يلعب دوره وهو عم بيأثر على المشكلة؟ هيدي مش أنا بقولها, دراسات بتقولها إنه لما بيعجز كل شيء طب إنه يقدر يعالج, خاصة إنه بيكون عمل له ERM للمريض, بيكون عمل له الأشعة اللي لازمة وما اكتشف شيء غلط بس بعده الوجع موجود, هون بينسبوا إنه هيك نوع وجع متعلق بالحالة النفسية. والعرف والدراسات بتقول انه لما بينوصف ادويه لتعالج الشق النفسي من الاوجاع بخف الوجع. طب هون كيف بيعرف المعالج انه يمكن لازم يوقف العلاج او بطل فعال, او هل العلاجين لازم يمشوا سوا, يعني العلاج النفسي مع العلاج الجسدي لازم يمشوا سوا بهيك حاله؟ هون بعده مراحل من العلاجات, لما بينبعث المريض مع تشخيص واضح نحن بنشتغل على حسب التشخيص وعلى حسب تقييمنا نحن للمريض. بحسب تقييمنا نحن للمريض والإكزامز اللي بنعملهم عليه لازم يكون عندنا ريزولتات معين, نتائج معينة. هذه النتائج إذا كانت مغايرة للواقع, يعني نحن إذا عم نعمل تيست لعضلات الظهر ولقيناهم كلهم قوية, إذا عم نعمل تيست للوجع ولقينا أنه الوجع عم بيخف وفجأة بفل المريض بيرجع بيقوى لحاله الوجع, هون علامة استفهام عن شو الأسباب المضبوطة لهذا الوجع. ممكن تصير معلقة بأشياء بعامل نفساني عند المريض, وهون بنرجع منوجهه لعند حكيمه لعند طبيبه يلي يا هو بيوصف له أو بيوجهه لعند أخصائي تاني. إذا بدنا نحكي أكثر بالتفاصيل عن العلاج الفيزيائي, بنعرف نحن هيدي المهنة كتير عم تشهد تطور سريع آخر 10 سنين وعم بتزيد الحاجة لإلها. شو عنا تقنيات تنعالج ألم أسفل الظهر وقدي عم بتكون فعالة هذه التقنيات الموجودة بإيديكم أنتوا كأخصائيين؟ التقنيات اللي صارت عم تنعمل هي صار عندها فعالية كتير عالية, هيدي بس مجابهة للتزايد المستمر بألام أسفل الظهر, لأنه بآخر 15 سنة تزايد العدد تبع ألام أسفل الظهر 5 مرات. هيدي ينسب لنمط العيش المهن اللي عم يمارسوها الناس. فنحن الطرق اللي عم نستعملها هي صارت مبنية على أبحاث, وهيدي أبحاث كتير فعالة وكتير عم بتلاقي نتائج إيجابية بمعالجة هيك نوع أوجاع. يعني بفهم منك ما في شيء بالعلاج الفيزيائي بينعمل عن عبس, دايما عم تلحقوا الدراسات اللي عم تصدر وعم بتشوفوا شو يمكن أبرز التقنيات الممكن تستعملوها لهالمريض تتعطوه أفضل النتائج. ايه أكيد, لأنه هلأ صارت في كذا نوع أوجاع أسفل الظهر مثل ما قلنا, بحسب تقييم المعالج الفيزيائي لكل نوع انه عندنا هذه النتيجه او هذه النتيجه او هذه النتيجه, بكل حاله لحالها فينا نستعمل طريقه مختلفه عن الثانيه, وهيدي الطريقه المختلفه عن الثانيه هي اللي رح تامن له العلاج الصائب للمريض, وبالنهايه اللي بيجمع كل هيدول العلاجات هي اعاده ارشاد المريض لكيف يعيش حياته, لكيف يحسن بنمط حياته بطريقة أنه ما بقى يمرق بالمسببات اللي وصلته أنه يحس بأوجاع الظهر. إذا بدنا نحكي هيك سريعاً لمحة سريعة, شو التقنيات الموجودة بين إيديكم حالياً؟ يعني مثلاً إذا كانت الأوجاع سببها المفاصل, نحن التقنيات هي إعادة تمارين تصويبية للمسبب تبع الوجع الظهر اللي صاب المفاصل. يعني إذا كانت المسببات هي انحناء الظهر لقدام, نحنا بيكون الإكستنشن للظهر لورا, هيدي وحدة منهم. إذا كانت الإصابة هي على العصب ويلي هو الغلاف يلي بيحمي للعصب, نحنا التقنية هي النورو دايناميك تكنيك يلي هي بتجي بتعمل تيست للعصب, وإذا لقينا أنه في ضرر صايب العصب
تكون النيوروديناميك تكنيك هي الحل الوحيد تنحل قصة التنميل وقصة الوجع يلي بمد على الإجر. هون أكيد لازم يكون معالج الفيزيائي على اطلاع ومتخصص بهذه الطريقة ليقدر يستعملها، لأنه علاج العصب شوي دقيق. إذا بدنا نحكي شوي كمان بشكل سريع عن الحالات المزمنة، يعني وجع ظهر مزمن وما بين عنا ولا سبب، هل هون مستحب أنه ينوصف علاج فيزيائي على المدى الطويل، يعني كل فترة المريض يعمل جلسات معينة طالما وجعه مزمن وما في يعني ما في ضل يتناول حبوب مسكنة أو إشياء معينة كل حياته؟ هون شو لازم نعمل؟ هون كمان الأبحاث بتلحظ الأوجاع المزمنة، واللي هي الحل لها هي تمارين بتصير بشكل مكرر بخلال حياته للمريض مع بنسميها cognitive behavior treatment، يعني نحن منوعي المريض على كيف لازم يستعمل ظهره بشكل صحيح وكيف لازم يعيش حياته بشكل صحيح بطريقة انه يجنب ظهره انه يحس بأوجاع، وبالتالي بيكون عم بيساعد المعالج الفيزيائي من خلال هالإرشاد بأنه الوجع المزمن أنه يطلع منه المريض. هيدي فضلا عن كمان غير تقنيات. دكتور قبل ما نختم بحب يمكن نعطي شوية أرقام للمرضى، قد عم بتلاقوا يمكن تجاوب وفعالية لهالأنواع العلاجات بعياداتكم؟ بصراحة 90% من أوجاع الظهر بتصح بين الأسبوعين والثلاثة لأربعة أشهر بدون علاج. بس مش هون المشكلة، المشكلة أنه 60% بيرجعوا بيعاودوا. من هيك لما بناخد المرضى منشوف منبرم على السبب المزبوط لهالنوع من الأوجاع، لأنه إذا ما منحل السبب المزبوط رح يرجع يعاود وجع الظهر. وتقريبا 4 على 5 مرضى عم يستفيدوا 100% من العلاجات، لأنه سبل التقييم الأسفل الظهر أوجاع أسفل الظهر صارت هادفة أكتر، والعلاجات صارت هادفة أكتر. بيبقى هالواحد بالمية أو على 100% عم بيكون في 5 أو 6% منا متعلقة بشي وجع مثل ما قلنا مبني على أوجاع أو مسببات كتير محددة، هي متعلقة بالعامل النفسي، ومن هيك منوجههم عند الأخصائي. دكتور رجاء سعادة، أنا اليوم بشكر وجودك معنا، حضرتك معالج فيزيائي بمركز بحنس الطبي ومتخصص بإعادة تأهيل الجهاز العصبي وأيضا أستاذ محاضر بعدة جامعات لبنانية، مرسي لوجودك معنا اليوم. شكرا لاستضافتك.